تحياتي للجميع، معكم باسم ميديا ستار جروب بدرس جديد من دروس تعليم سلسلة عملاق المونتاج برنامج أدوبي بريمير. درسنا اليوم كمان مهم ومميز لما نتعلم فيه طريقة التحريك داخل البريمير باستخدام الكي فريمز. نحن بالدرس الماضي مثل ما شفتوا نحن حكينا عن الجرافيكس، اليوم بدنا نتعلم كيف نحرك هاي الجرافيكس اللي دخلناها بالبريمير. هلا انا قبل ما بلش بس في كم شغله صغيره عن الجرافيكس راح اعطيكم اياها وبندخل فورا بدرس التحريك. هلا نحن مثل ما بتتذكروا نحن هاي الطبقات اشتغلناها، وهون نحن لما دخلنا على البانل اللي اسمها جرافيكس فهون بفرجينا اياهم بطبقات، لما نعلم اي وحده بيعطينا كل الخصائص اللي فينا نعدل فيها عليها. انا اليوم بس بدي اعلمكم نحن انه فينا مثلا نغير اسم الطبقه، مثلا مثل هون شيب 01 بالزر اليمين انا بضغط عليها بيطلع لي خيار رينيم هون فبسميها مثل ما بدي، رح سميها بي جي يعني باك جراوند، بضغط اوكي فشايفين تغير اسمها هون. هلا نحن بهيدا الخيار هون النيو لاير مثل ما شايفين انا فيني نضيف تكست فورا، شايفين بيطلع هون فانا بكتب جواته شو ما بدي. سوري رح ارجع اعلمه، رح ادخل هيك شايفين بكتب بسمي شو ما بدي، ونفس الشيء بالنسبه لباقي الطبقات. يعني اذا انا بعمل هي رح امحيها لهي، اذا بعمل نيو هون فيني احط فيرتيكال تكست بيجي عمودي من فوق لتحت، ريكتانجل اللي بصير بيعطيني فورا مستطيل مثل هذا او بيعطيني شكل بيضوي، وهون فروم فايل هيدا بتهمني انا. هون نحن فينا نستورد فيها ملفات من برا البريمير لداخل البريمير، مثلا فروم فايل انا بفتح هي سطح المكتب عندي، مثلا انا عندي هون ملف الستريتر تماما الستريتر، فانا راح هلا افتحه داخل البريمير. هلا انتم فيكم تفتحوا ملفات فوتوشوب كمان يعني تضيفوها داخل البريمير. هلا انا بس خلص هذا الكورس يعني راح اشتغل معكم تطبيقات عمليه كتير يعني، فوقتها بفرجيكم كيف نستورد كتير شغلات فما تاخذوا هم يعني. بس انا دخلت ملف الستريتر النظامي شايفين اسمه رابط ارناب، فانا بجي بتحكم فيه بحطه وين ما بدي هون، فشايفين هو بيجي كمان ضمن الجروب اللي اسمها هي مثل ما قلت لكم بسموها جرافيك كليب، فبيجوا كلهم ضمن جروب وحده مثل ما شايفين هون. بس بالتحرير انا فيني احررها كل وحده لوحده واحط لها الخصائص اللي بدي اياها لوحده يعني. فمثل ما شايفين هلا انا لو طبقت الالستريتر دخلتها او ملف الالستريتر شايفين فيني احرك فيه، فيني كبر صغير، فيني اعمل له اوباسيتي، فهي الخصائص الاساسيه الموجوده له. فهلا انا راح بلش بدرس التحريك بعد ما خلصنا من هي الملاحظات الاخيره المتعلقه بالجرافيكس هون. هلا نحن بالتحريك يا شباب ويا صبايا نحن يا اما بنحرك على مستوى الكليب كله يعني هدول كلهم بيتحركوا مع بعض، يا اما انا بحركهم وحده وحده اذا بدي. كيف هالحكي؟ هلا بنجي فورا راح اخذ اداه السلكشن تول. هلا شايفين هون انتم عندكم بالافكت كنترولز عندنا شيء اسمه هدول، عندنا الموشن وعندنا الاوباسيتي وعندنا التايم ريمابينج، هدول الثلاثه هدول بيجوا الخصائص العامه للطبقه ككل. يعني انا اذا بدي احرك هالطبقه ككل هون لما اجي على الموشن اضغط عليها فيها جواتها البوزيشن والسكيل والروتيشن والانكر بوينت والانتي فليكر فلتر، هلا هدول بحركوا لي كل الطبقه، يعني هدول على مستوى الطبقه ككل، هدول موجودين بكل فيديو. شايف حتى على الفيديو انا شايفين موجوده هيدا الموشن وموجوده التايم ريمابينج وموجوده الاوباسيتي الشفافيه، فهدول بحركوا لي الطبقه ككل. رح ارجع على طبقة الجرافيك انا، وهون عندي انا مثل ما شايفين هيدون الخصائص العامة لكل الجرافيك كليب، وهي عندي الشيب والتكست، انا الشيب سميتها بي جي مثل ما شفتوا، والتكست هي ويلكم everybody والهلو، واللي عندي الكليب اللي اسمه رابط هذا، شايفين كل وحدة لها خصائصها لحالها، شايفين هي التحريك يعني انا هون فيني احرك الرابط لحالها شايفين، اما هي فانا بحرك الكل. فهلا خلوني اعمل تحريك على مستوى كل كليب وبعدين نعمل تحريك على مستوى الفردي. فهي انا راح اجي هون نحن يا شباب ويا صبايا نحن كيف بنحرك داخل البريمير باستخدام الكي فريم. تمام هلا راح نجي لهون، هي البوزيشن نحن عندنا، انا بجي لهون مثلا بحدد انه انا عندي هون مثلا بالبدايه بدي اعمل حركه وبعد حد معين بدي اعمل حركه ثانيه، فهون بثبت لي كي فريم، بضغط انا بحط كي فريم هون بكون بيسجل لي اول مكان بدي اعمل فيه حركه، وبعده بفتره بحط كي فريم ثاني فانا بسجل حركه ثانيه فهو بنقل بين الحركتين. خلينا نشوف هذا الحكي عملي. هلا راح اجي على بدايه انا الجرافيك كليب هذا، هلا هون بختار شايفين في هيدي مثل الساعه صغيره بضغط عليها ضغطه، شايفين هون اعطاني كي فريم، اعطاني هون هيك بتشوفوا هذا الشكل هو كي فريم، يعني هون ثبت لي اطار بالصوره انه عن هالاطار كانت الحركه هيك. هلا انا راح امشي لهون، مثلا راح امشي لهون راح احط كي فريم ثاني، شايفين بتيجي لهون هي النقطه هي، اذا ما كانت مبينه مثلا ممكن تكونوا انتم عاملين هيك فما يكون مبين كثير، فانتم هون بتعملوا ازاحه شوي للبانل هيدا فبتلاقوا هيدي النقطه بتضيفوها، فشايفين صار عندي فريمين.
هلا هون ما في حركه، ليش؟ انا ما ضد حركه، راح اجي انا هون بهدول المؤشرين الصغار، هذا بنقلك فريم فريم، شايفين؟ بس مدام ما تجي انت تنقل هون ويمكن ما تجي 100 100، يعني انت احيانا مثلا بتفكر حالك اجيت هون انه انت 100% على الفريم، بس لما تكبر انا طلعت 100 100، بس يعني احيانا مثلا تكون مفكر حالك 100 100 على الفريم، فانت بتكبر مثلا، شوف، بس بتكون هون مفكر حالك احيانا انك انت على الفريم، بتكبر تطلع مع الفريم. فهيدي الصغار هدول السهم اللي هون واللي هون، هذا بنقول لك على الفريم اللي بعده مباشره، يعني ضغطت عليه مباشره بياخذك على هذا الفريم 100 100، بجيبك عليه. فهلا رح اجي عند هذا الفريم، هذا الفريم انا بدي الحركه، بدي هذا الشكل كله، الموفي الجرافيك كليب يكون برا، شايفين؟ انا برا الفيديو، هي راح زيحوا لسه، شايفين؟ ها هيك تمام، شايفين؟ انا هلا انا هون عند هالفريم حطيت حركه للجرافيك كليب او لهذا المجموعه كلها برا، وهون مثل ما تذكرتوا، مثل ما تتذكروا انا حطيت هون فريم، كانت الجروب كلياتها موجوده. فشوف انا هلا اذا بعمل بلاي، شايفين كيف اجت كلياتها لهون؟ هلا انا فيني ارجع، هلا انا مثلا هذا الفريم، شايفين؟ راح اعمل له كنترول سي او بالزر اليميني بتعمل له كوبي، وانا راح اجي هلا انسخه محل ما هالمؤشر موجود، شايفين؟ مثلا راح اجي زغره لهي، راح ارجع هيك زغره على الاخر، بتجي لهون انت، بعمل كنترول في. شو عملت انا هلا؟ انا هلا من هون وقت انسخته لهذا الفريم وجيت لهون، انا عملت له لصق، فانا من هون لهون هذه المجموعه ثابته، ثبتت انا هون بالفيديو. ليش ثبتت انا؟ لانه هلا بدي اجي بعدها هون بدي اعمل كي فريم جديد، وعند هذا الكي فريم مثلا انا بدي روحها هون، شايفين؟ لو انا جيت هذا الكي فريم تبع اللي خفيت فيه هلا هيدي الطبقه فورا حطيته بعد هي، هلا شوفوا شو كان صارت. انا خلوني هلا اشغلكم هي لافهمكم شو بصير، ليش انا ثبتت فريم. شوفوا هلا كيف صارت الحركه عندي، شايفين؟ طلعت هيك. هلا لو انا جيت فورا، لو انا جيت هذا الكي فريم نسخته، ما نسخته، شو كان صار؟ فانا اجى لهون عندي مشت الحركه لهون، تمام؟ انا هون اجيت كنت برا الفيديو، بعدين عند الفريم الثاني دخلت الجرافيكس، فانا عملت فورا كي فريم هون انه رح طلع الجرافيك انا، فكل هالمسار هذا بيكون عم يطلع لي الجرافيك. هلا شوفوا كيف، شايفين؟ فلذلك انا هون اخذت من هذا الكري فريم اخذت نسخه وثبته هون، فانا بين هالمسافه وهالمسافه هذا الفريم ثابت، انا ماني عامل حركه فيه. هلا بوصل لاخرته بعدين بيجي، شايفين؟ بيعمل انتقال لهذا الفيديو، شايفين؟ ما احلاها وما اروعها. فهذا مبدا الكي فريم، انت عن كل كي فينك تعمل حركه، ولما تمشي فاخر شيء بيتحرك عندك الفيديو او النصوص او اي شيء. طبعا هذا الحكي بيطبق على الفيديوهات، شوفوا مثلا هذا الفيديو انا عندي، انا فيني ازيحه كله، راح اعمل مثلا هون علم الساعه، شايفين؟ صار عندي فريم. انا راح اجي لهون مثلا راح احرك هذا الفيديو هيك، شايفين؟ فانت ممكن يكون عندك فيديو تاني مثلا جنبه، فانت لما نزلت هذا تخلي التاني يجي من فوق، فقاعدين تعملوا كتير حركات حلوه. شوفوا مثلا هلا الفيديو، شايفين؟ راح اعمل بلاي، شايفين؟ فانا هلا راح الغي تبعيه الفيديو هذه، راح اعمل له هيك، راح اعمل اوكي، صار راح اعمل تراجع، تماما تراجع احسن هيك. فهي الكي فريم بتطبق على كل شيء موجود عندكم بالتايم لاين، انت عندك فيديو نص صوره قادر تطبق عليها كي فريم بكل الاشكال. فهلا انا هون رح اجي اعلمكم بس شغله سريعه كمان، انه انت هون الكي فريم، شوف لما انا بمشي الحركه، شايفين هيك بيجي هذا الشريط هيك بشكل يعني عادي، ما في اي هيك حلاوه، فورا بيجي سريع هيك بنفس السرعه وبوقف بنفس السرعه. فانا في شيء اسمه الايزي ان والايزي اوت، انا لما اعلم على كل الفريمات او اعلم حتى على فريم واحد اذا بدي، بروح على شيء اسمه هون تيمبورال انتربوليشن، هون بختار انا ايزي ان او ايزي اوت. هلا انا بحب وقت اللي بيكون داخل الفيديو اخذ له ايزي اوت، ولما يكون الفيديو طالع اخذ له ايزي ان. شو يعني هيك؟ هلا هو وقت بيدخل بهدوء، بعدين باسرع، بعدين بوقف عم يتمهله. وفينا حتى هذه الحركه الثابته هون كمان، انا فيني هلا ادخل هون راح اعمل لها ايزي ان، ما بتفرق يعني، ها راح اعمل لها هيك. هلا شوفوا كيف صارت حركه الفيديو،
شايفين هيك بتحسه آخر شيء وقف على مهله، يعني هيك مثل كأنه عطى فرام ووقف، انتبه يعني شايفين بشكل انسيابي وأحلى. فهدون كمان الايزي ان والايزي اوت استخدموهم مع الكي فريمز كثير بتعطي جمالية بالحركة. هلا اللي بيشتغل افتر افكتس بيعرف قيمة الكي فريمز والايزي ان والايزي اوت، وفي كثير تقنيات بتطبق بالافتر افكتس، بس بالبريمير كمان عاطينا هالميزة لو بشكل اخف بس كمان بتعطي جمالية. فهي تحريك الكي فريمز هون. هلا انا بدي اياكم انتم تجربوا بالسكيل، جربوا بالسكيل لحالكم نفس الشيء تماما. هي انا راح اعطيك مثلا، ممكن انت تطبق يعني على الشغله الوحده اكثر من خاصيه تعمل لها حركه. مثلا انا جيت حركته لهذا لهون، تمام، هي راح اعملها قدامكم للسكيل. بيجي من هون لهون، انا المحل ما ثبتت مثلا، بيجي على هذا السكيل الثاني هون مثلا راح اعطيه 150. فشايفين انا مثلا لما اجى اول شيء دخل الفيديو راح شغله، انا دخلت هيدي الجرافيك بتكبر شايفين بعدين بتختفي. فانت قادر كثير تعمل شغلات، فانتوا بتمنى انه تشتغلوا فيها على كيفكم. هاي انا راح اوقف الفريمات. هلا الروتيشن نفس الشيء، الانكر بوينت كلهم جربوا فيهم انتوا وشوفوا شو بتعطيكم نتائج، واذا عندكم تساؤل خبروني. هلا هذا التحريك على كامل الجرافيكس مثل ما حكينا. فهلا انا بدي اجي احرك على مستوى الجرافيك الوحده، على مستوى النص الواحد او على مستوى الصوره اللي جبتها انا من الالستريتر. فانت بتجي بتعلم علي هون للشغله اللي بدك تحركها، او بتجي مباشره على الطبق هون انت بتعرفه مثلا هيدا الباك جراوند الخلفيه. فانا فيني احرك هي لوحده. انا راح وقف هلا التحريك على مستوى الكل مشان احركهم كل وحده لوحدهم. فراح شيلها لهي، راح اجي لهون انا. فانا مثلا عندي الباك جراوند، تمام يا شباب ويا صبايا، راح اجي عليها راح اعمل لها انا مثلا. هلا هون في شغلات تانية بتجي، مثلا انا عندي هذه شيب ما هيك. هلا في هون خيار هو اسمه الباس، شو فاتو هذا، انا فيني اغير شكله لهالشيب. شوفوا مثلا اذا انا عملت هون باس، حطيت انا هون كي فريم، فيني اجي لبعده بشوي اذا انا اخذت ذات سلكشن مثلا وجيت عليه للشيب مثلا كبرته هيك عملت له هذا لوحده، فانا غيرت بشكله بشكته لل لل للشيب للشكل اللي انا حاطه. فشوفوا شايفين، يعني انت ممكن مثلا يكون عندك شيب هون مكتوب كلمتين، بعد شوي بده يطلع بده ينكتب نص كامل فيه، فبتغير له الشكل. شايفين هيك خيار الباس ما احلى. فهي انا حركت على مستوى الكليب الواحد، على مستوى الجرافيك الوحده. شايفين يا جماعه يا شباب يا صبايا، فهي راح شيل الباس انا راح اعطيه اوكي. شو هسه عندنا خيارات للشيب؟ شايفين عندنا البوزيشن اللي هو التموضع، عندنا السكيل، عندنا الروتيشن اوباسيتي. فهدول انا كلهم بتمناهم تجربوهم انتم وتحركوا فيهم على مستوى الكليب الواحد او على مستوى الجرافيك الوحده. فنحن اريد اعمل كثير حركات. انت قادر مثلا تدخل هذا الشيب لوحده اول شيء، بعدين تجيب التكست هذا من فوق وهذا من تحت، وتجيب الرابط من هون الارنب من هون. فانتوا قادرين كثير تعملوا شغلات، بتمنى تجربوها وتشتغلوا فيها. راح احكي انا هون عن التكست كمان اللي فيه كمان خيارات، البوزيشن مثل ما شايفين، والسكيل والروتيشن التدوير، والاوباسيتي الشفافيه، والانكر بوينت كمان، انكر بوينت مثل التحريك. فانا راح اجي بس اكون على هالميزه كمان الموجوده اللي هي السورس تكست، اللي هي مهمه، اللي يمكن كمان الشباب والصبايا يغلطوا فيها. فخلوني انا اخذ مثلا الهيلو لانه هيك صار بشوي. هي راح اجي عليها، راح افتح انا السورس تكست هون مثل ما شايفين. هي شوفها انت كمان، انت عملت هيك بتجي لهون مثلا. اذا انت بدك تطلع تاثير انه كلمه تطلع ورا كلمه، فانا مثلا هون حطيت المؤشر هون مكتوبه هيلو. طب انا جيت لهون باخذ اداه التكست، بيجي على الهيلو معلمها، بكتب هون باسي. هلا بجي باخذ اداه السلكشن، بجي لهون برجع بضغط عليها لباسي، اجيب اداه التكست سيز، يقول سيز مثلا، راح ارجع اخذ سلكشن، راح اجي لهون راح اخذها من جديد هاي، راح ارجع اخذ كمان هون راح احط كي فريم، راح ارجع اخذ التكست راح اقول say hi to everyone. هلا شوفوا مثلا، شوفوا انتوا هيدا السورس تكست. هلا انا بجي لهون راح ارجع مشي من اول وجديد، ها شايفين ما احلى، شفتوا تطلع لك هلو باسم سيز هاي تو ايفري ون. فهيدا السورس تكست كثير كثير حلوه، وكثير كمان تاثير جميل مثل ما شايفين، قادرين تطلعوا فيه كلمه ورا كلمه. فاذا انت عم تحكي على منتج مثلا، منتج جميل قوي مميز، هيك بتطلعهم كلمه ورا كلمه ورا كلمه حسب انت شو عندك نص بالسيناريو تبعك. فهي كمان احد الشغلات الخاصه بالتكست لاير اللي اسمها السورس تكست، جربوها كثير كثير حلوه.
فهذه هي التقنيات التحريك يا شباب ويا صبايا بالبريمير. يعني انا ما قلت لكم بدي اياكم تجربوا وتشتغلوا. يعني انا هلا ما بدي حاليا ضيع وقت انه حرك هيدا لوحده وجيب هي من فوق وهي من تحت، بس هي التوز وهي التقنيات المستخدمه بالتحريك. فانا بدي اياكم انتم تشتغلوا تعملوا لي شغلات خاصه فيكم، اي تساؤل بيطلع خبروني. هلا انا برجع بقول لكم بس خلصت بريمير، يعني نحن بالدرس ال 19 هذا التاسع عشر، فانا لسه ماشي معكم في كتير شغلات مهمه جدا لازم اعطيكم اياها. انا بس خلص يعني الكورس التعليمي اللي هو الادوات والتحريك والالوان وكل هالامور عم بعطيكم اياها، يعني بس خلص كل التولز وكل التقنيات لازم لكم لحتى تعرفوا تشتغلوا مونتاج بشكل صحيح واحترافي. راح اعمل مباشره بعد هالدوره دروس تطبيقيه عمليه بتقنيات رهيبه ورائعه لها علاقه بخدع افلام، بتاثيرات كثير مهمه، بامور يعني كثير كثير راح ترفع مستواكم لمستوى كثير متقدم. بس اول شيء بدي الكل يتمكن من الادوات يفهمها لحتى بعدين روح، يعني ما بدي هلا مثلا ضيع انا درس او خليه نص ساعه وانا عم حرك لكم هذا الشكل، لا. بس بكره بس نخلص الدوره بعد ما تعلمتوا كل هالتقنيات راح اعمل دروس خاصه بنحرك فيها اشكال، بنحرك فيها كثير بشكل تتمكنوا بشكل كامل من البرنامج. بتمنى اذا حدا عنده ملاحظات عند الدروس، اذا عنده اي شيء بيحب يخبرني اياه لحتى احسن بالدروس، لحتى اعمل اي شيء بفيدكم، ما يبخل علي ويخبرني، بكون انا ممنون له او لا، اذا كانت صبيه او اذا كان شاب معنا بالجروب. ولا تنسوا تشتركوا بالقناه اذا عم تعجبكم هيدي الدروس، وضغطوا على زر التنبيهات لحتى يوصلكم كل جديد. انطروني الدرس الجاي كثير كمان مهم، راح اعطيكم تقنيه كثير كثير مميزه، ومتابعه معكم ان شاء الله للاخير. يعطيكم الف عافيه شباب وصبايا، وسلامات للجميع.